قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إنها لا تخطط حاليا لسحب قواتها البالغ عددها نحو 2500 جندي من العراق. وقال الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر إن بلاده تواصل التركيز بشدة على مهمة هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وأضاف أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة هناك، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه ليس لديه علم بأي إخطار من بغداد حول قرار بسحب القوات الأمريكية.